لبلبها، هي بس لبلبها وما فيش غير لبلبها واحدة. ربنا يخليك. اهلا يا نونيا. ميرسي على المقدمة. نونيا هو الاسم الدارج للبلبه، احنا كلنا نقولها يا نونيا من زمان. انا اعرف لبلبه ويا سلام على المعرفه، حضرت معاها افلام كتير وشغل كتير قد كده. هي صحيح يعني هي زي ما بتبان لحضراتكم بالظبط، عشان كده كل الناس ما تقدرش غير تحب هذا الوجه وتحب هذا العطاء وتحترمه. لما تساعد 5 سنين لغايه دلوقتي لبلبه ما بتعرفش حاجه في الحياه غير امها وفنها. ترتيب صح اللي انا قلته؟ صح، يعني بالظبط بالظبط. دي حياتي، دي حياتي اللي ما شفتش غيرها وما جربتش اشوف غيرها. ناس كتير قالوا لي فن ايه وبتاع ايه، شقيانه من صغرك. مش شقيانه، انا ازعل قوي لما حد يقول شقيانه، لا انا مستمتعه. انا والجمهور عيله واحده، دول زي قرايبي، جمهوري رباني وانا كبرت مع ولاده. فطبعا بحب جمهوري، مش بحب ان انا اكون نجمه ولا لا. انا اتعودت اشوف مثلا حد في الصاله قاعد كده وانا طلع اغني، ضل وراه لحد ما ضحكوا. بتنشيني عليه؟ ايوه، عيني على الجمهور. لازم الجمهور لما تتقفل الستارة يحس انه مبسوط في منتهى السعادة. دي اللي انا اتعلمتها من العباقرة والناس الحلوين اللي كانوا كنت بشتغل معهم وانا طفلة، وبرضو من امي. يعني كنت اقول انا تعبانة وصوتي مش طالع وانا عندي انفلونزا، تقول لي الناس دول مالهمش دعوة، دول دفعوا التذكرة ودخلوا عشان يتفرجوا عليكي، مالهمش دعوة. اول كنت ابقى سخنه سخونيه وتعبانه، اول ما اطلع قدام الناس اخف وابقى كويسه. ايه الاحساس ده نونيا؟ صحيح ده انا شفته في فنانين كتير. يعني انا فاكر الست امينه رزق كانت كبرت قوي وكانت تمشي كده قبل ما تخش تصور تتعكز عليا، وبعدين مجرد ما تقف على خشبة المسرح تبقى زي الحصان. ايه ده؟ الجمهور مش عارفه بيعمل فينا ايه. يعني لما بنطلع وبنشوف يعني ايه، يعني ايه 700 شخص او 300 شخص الكل بيسقف لك وبيبص لك، دي مسؤوليه، دي مسؤوليه. لو ميكروفون كان مش مظبوط قد كده، لو الفرقه غلطت، وارد طبعا. فطبعا في مواجهه الجمهور في منتهى الصعوبه، انا واخده على كده. لكن برضو وانا داخله اكون خايفه لغايه دلوقتي. طبعا تبقى خايفه لغايه دلوقتي. اول ما الطلعه الاولى زي خلاص. ما انت تجيب الاولاني في العربيه تنطلق خلاص. انطلق وانسى كل حاجه جوايا. انا مش انا، انا بتاعت الناس. طيب انت في حياتك ملاحظه مهمه، انه في ولاد صغيرين كتير ظهروا في افلام كتير وحققوا نجاح كبير بدون ذكر اسم تحديد، يعني كتير جدا، لكن مش معظمهم، هم في الغالب كلهم ما كملوش. انت تقريبا الوحيده اللي قدرتي تكملي وقدرتي تتجاوزي من المونولوج للاغاني الخفيفه للتقليد لانك تبقي ممثله، لانك انت تاخدي جوائز احسن ممثله عن جدارة. الحمد لله. وتعملي افلام مع نجوم مهمين جدا، سواء كانوا في الكتابه او في الاخراج أو في التمثيل،